السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. كيف حالكم وكيف انت وش اصبحتوا؟ لازم عاد من الحين وساير حد من الحين، يعني عقب 3 أيام عاد شي ولا يمعتين، من عقب العيد شي ب10 أيام لازم يلسف الحوي الصبح. ترى ما شي شرات يلست الحوي، يلست الحوي هل ضحواني روحتي بالعافية. يلا برايكم على وصل ريمكم. صلاح ليش تأخرت؟ زحام أبو زحام. زحام أنت وين الحين؟ وين؟ البيت. شو؟ ورا البيت، يعني قريب لو بعيد؟ لا قريب. قريب بارك الله فيك. صلاح منو تكلم بعد؟ صلاح ليش ترمس بنيات؟ ليش ما تخليني اسمعك؟ هي زادك تبى تسكر التليفون. وين البوسة؟ شهاب صلاح تريق هناك ولا ما تريق؟ تريق يمين تجي يمين فاتورة يعني ما فاتورة سمسم ريوق مريم سنة ماري أنا تبى ريوق مثل سمسم ماري أنا البارحة؟ إيه؟ ما قلت عيال انتم البارحه كان تجيت على قف الزاهب. لا انتم خلاي من التليفون قرقر 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 وايد وايد تكلم مع بنات ليش؟ لانك حلو صح؟ إيه. لا هذا طاف في ايده طاف يا هي إيه. الخديه في حادث؟ إيه؟ شو؟ دعمه اثنين حادث اثنين إيه؟ انت تجيب العلوم الزينه انت ما تجيب للشر ها ايه سلام صلاح هذا ابنه جميل شو اسمه سلام ريوق مال مستر صلاح شو صلاح هذا شو انت سيب سمنه على يعني مثل اللي شفته في التليفون الريوق مالي اللي شفته في التليفون كان في خاطرك ايوه ان شاء الله في العافيه حبيبي يعني ها صلاح رقم 1 ولا رقم 2 بعد صلاح منو يربع وراك شوي شوي حبيبي هاي يعني هي الغلطانة لا قولي يا صلاح يعني لا من البحرين من الكويت كويتي الحرمة لبتيك إيه؟ مع ولدها إيه؟ من الكويت كويت بيون يوم الأربعاء تعال يعني جوجو يعني إيه لسه حينة تفيزر تحت انزين وين جاي انت الحين؟ ورا ذاك الورك مالنا؟ هي سوي كمبيوتر مالنا كامل كهرباء. الحين شو بتسوي؟ انا اجيب فلوس. فلوس؟ انا اعطيك فلوس؟ اي لا التنين ما بالك كهرباء وايد كمبيوتر 3000 خساره. وين انا؟ شو؟ هذا؟ هي في ذاك النبرة ما في ذاك الورك روح اسال حجرك كم؟ الحين تعطيه خبز خمير تعطيه؟ لا هذا اعطانا لك هو سوي كهرباء. كذا خلي شوي على يدك حبيبي يدك ما يقول شيء. لا سيه مينون دي علي مغطيك صلاح مغطي ما يقول شيء حبيبي ما يقول شيء حبيبي لا تتروع ايه صبر صلاح اشي وقف ارفع ايديك صلاح خلي ارفع ايديك خلي ارفع صلاح صبر صلاح طالع لي صبر شو تقول انت انا اقول اورا داخل سيدا بولكو مالنا في كرسي في كمبيوتر هي وقفنا كل السوي خربة هي انا صوبه خليها داخل يعني بتهد على تليفوناتي والله نقص خشمك يا الحرامي السلام عليكم ليش كل مره التليفون هذا ما تسوي زين كل يوم يخترب ما في شغل جلس بيته جتون شو قلت لك كلام جتون زين شو اسمك انت أنا خادم أحمد شو اسمك؟ أنا خادم أحمد محمد خادم أحمد والنعم انزين من وين بلاد؟ أنا بنغلاديش هي في بيبي؟ في بنت لا تضحك شو اسم بيبي؟ أنا بيجوان رودا رودا بيجوان وسكند وين؟ فايزة شو اسم بيبي؟ رودا أن فايزة رودا بس بنت لا لازم تقول روضة بنت منو شو اسم ابوها
بنت كبير؟ رودة بنت خادم. والنعم؟ فايزة بنت خادم. ما شاء الله. انت بنقلة؟ ايوه انا بنغلدش. والنعم يريد بخشيش عادة؟ لا هي تعطيه حق روضة وحق فايزة، لازم تعطيه حبيبي 10 10. عندك البوك؟ يلا عطه. لا لا هذا جاب جديده. بتعطي مليداد؟ ايه زي هم هات 20 حبيبي. لا لا عادي زين عادي. وحده ولا هنتين؟ لا واحد. لا بعد عند بنت ثانيه. يا الله حق منو هذا؟ هذه هي صح؟ هاي يقول حق بنت فايزة وحق روضة. روضة وفايزة بنات خادم. مسكين يحبك. شو تسوي انت؟ روحي بيبها متعني وبصرف. ويدي بحد صلاح شعرتكم بويدي بعد انت؟ صلاح؟ ليش قلت ويدي؟ ما اعرف. ها بصير؟ مول اول سيدي مول. بصير مول الحين؟ تشرب قهوة؟ كوفي ولا شو بس؟ جرين تي؟ جرين تي؟ شو بتشرب؟ كوفي. كوفي؟ كوفي ولا جرين تي؟ لا كوفي احسن. كوفي. كوفي احسن؟ ان شاء الله حبيبي. هذا خبار. تسوي؟ شو بتي بتشيل خدامه بتصيروا البيت انسي رايكم حبيبي على عزيني بتون العصر تعمل وقت عاده دماغي لا شوف بدي. صباح الخير. اصبحت تزقريت بعد اليوم تدرون بعاده انا وياها كالعاده محكمه. بخبركم عاد ليش لو كنت تدري اصلا ما جيت اصلا. شو العلم؟ اوه كتب بالسماء. هاي بالعلم ترى هذا شو هذا؟ اي ها وين العلم هناك ترى؟ هي بتقولون اكيد شو عندي طورج على المحكمه كل طالع شمس لا دمبك ساير دمبك ياي قعدت لي المحكمه هبدل طروق ياعده كل طالع شمس. يلا من اركب سيارتي بخبركم شو سيرتن عليه اليوم وشو عليه من الطروق وشو اللي معنب بي المحكمه. انزين ابوي العذر والسموحه انشدهت شويه علكم ما تنشدهون الا في طاعه الرحمن وتوني خلص وان شاء الله حين واحد من الصدقان طال عماركم ذا قال لي 3 4 5 وديات وما رديت عليه. كنت من ويا صلاح هذربان ولين تريق وعندك دونك قلت في خاطري وقلت في خاطري ما عنده سالفه يبي يهذرب وانا مالي بارض الحين تبررت له السناب حق منو بيتم يعني عباره بياخذ الوقت كله ولا انتبهت حق الواتساب شفت الرسائل ولا اني اطرش بعد رسالتين على الرسائل والواتساب 1000 واتساب مطرش يوم طالعت ولا اتصل بي ضروري ولا ان تعالي ضروري ضروري ولا كلمني قبل ما تي. قلت ان شاء الله كلمته وحين بخبركم شو سالفته. سالفته طال عماركم هذا اكثر من 12 او 13 سنه صك وحك ويا حرمته الا السيف لي والترس لك السيف لي والترس لك. مهميته شبلا قال ابوي تدري شو اللي مستوي ابوي الحرمه ابوي حطت محامي وسوت لي خلع. يا فضايحك خلع الحين هنا بيني وبينكم اول ما قال لي الرمسه والله اني ضحكت احيد هذا الخلع في التلفزيون في الافلام يعني قال لي لا يا ابوي قال لي بشيرك ابوي هالخلع الحين موجود هني وكل يوم يستوي. قلت له بلي السبب قال لي اكيد في سبب لكن السبب يعني ما الحين ما عليه حتى لو القانون وياك ما يرزق التعني للمحكمه وقاضي وصدعه وديانه وم ولو مستوي بينك وما بين الريل اللي مستوي ترى بينكم مال ما جسم انتو ولا سايل الدم ليركب ما توصل الى حطي محامي. حطت محامي وخلعته في جيلي يا رب ارحم لكن شو عاد ما بينهم انا ما اعلم الغيب انا ما اعلم الغيب لكن يغمضونك هالعيال ثلاثة اولاد وبنت ثلاثة اولاد وبنت وعمر الزهور هذا الحين شو ذنبهم شو حيال لا وبشيركم عقت العيال عليه بعد اسبيك بيت تتوهق وهو روحه عاد ما يتحاكى هو تبريت ضو نار الله الموقده هو روحه ما يتحاكى تبريت ضو المراد لا ينبقى ان الاهل يوم بتيهم البنت
بنتم احنا بويا ودونها، يقول اذكر يلا هذا ابو عيالك، هذا دور اللم، وين دور اللبو؟ ينبغى اللبو يوقف ضدها، وينبغى اللم ما تجلس تشجعها على الدرب هذا. هو انه يوم ما يباك نفاد، تعالي بوي بيت ابوك ابرك لك امبونك ابوي، انت عايشه بخير وسهاله. هاي رمز عيب على الحرمه بنت الرجال انها تجلس كل يوم تزعلت على شيء وبدون شيء، بسبب وبدون سبب، كل يوم وزعل كل يوم. وكلمه والثانيه بشلت ابوي اهلي حاله، وصارت تربع بهم جده بيت اهلها، ويجلس عاد الحين الحين البيوت بمزرعه يميل الحريم، بيوت بنات عزبات ما حد قال لهم كم الخبر، وانت بعد تزيدين الهرموز ملح، بعد الحين صرتي تطلقين وبعيالك. لا وقبل قبل ما يطيح الخلع هذا الرجال، لو يستوي بينه وبين حرمته ما يستوي، يبطون يعني لين يطلقون ياخذون سنين الله. والحين من سووا هذا بعد الخلع هزم الطلاق ابوي ما لحد، قمض برج والله خلعته، قمض برج والله خلعته. الاول اول يترك مجال حق اليار والصديق الخال والعم واللبو وابن العم وابن الخال يعني يتدخلون في الموضوع ويسدون ما بينهم، وتطيح الحيه وتطيح الصدع والديانه، يفتكون على اعمارهم. الحين لا، ادنى تدون المحاكم، الحين الحريم مستقويات والريايل مستجلبين، ما تعرف الحين العدل وين والماي وين. مشكله الا من المفروض من تازم البنت ولا الحرمه تيجي تتشكى، الا قال لي الا فعل لي الا ترك لي، ولا ياك بعد الولد صار عند امه، مايا ترى شي سوت فلان وشي سوت زي يدي تشوها. الحين حرمكم مع عيالك ما بربيعك، لو بيستوي بينه وبين حرمته أدنى تدون نشلك ينقز على كراع، خبر امه وخبر خواته، انت ما تخيل. لا الرجال ابوي ما قد يحمال على سطاح، والحرمه بعد كذا الامثال هب ما يستوي بينها وبين ريلها، صارت تربع تشبه عند في ذنين لم. المهم عاد انا وصلت البيت عاد اتخبرها اقول له الحين يعني خلاص، قالوا لا هاي ون تعتبر طلقه اولى ويستوي عقب تراجع. قلت يا ابوي طالع لك صرفه، انت رمس اهلها رمس حد من اخوته، يعني طالع لكم يعني هي بركاتها الصغاريه فقاره. عاد اقول له وانا شي خصني تزيقني تخليني اي المحاكم الحين من صباح الله خير، شو السبب شو اللي مستوي شو انا اقدر اسوي؟ قال لي ابوي ترى في البيت كلهم يتابعنك، حرماتهم وابهاتهم وشوابهم حتى اليهال يتابعونك. قلت والله سالفك انت سالفه. قلت له ابوي الحين انت يوم ما جابوا لكم راسكم مال هايل اصلاح الاجتماعي مال التفكك الاسري انا بروم انا سكنت. قلت له انتوا اكثر من 8 7 سنين وانتوا مال التوجيه الاسري تصيرون، ما يخط شهر شهرين الا سرتوا، الحين انا بروم لكم اسكنت. ابوي ابوي انت نسر وهي انسر عنك، والباب الخراب ما يركب الا على البيت الخراب، يعلكم ابوي من هذا ورده تستاهلوا. وانا علم ما تشوفون ابوي، وصلت البيت وبحاطين الغداء، وحين ابوي بتغدى اذا الله جعلنا من الحيين، بعد هالطباخ خاطف. والسالف ابوي هاي بارك الله فيكم طويل والهذيل ومتشعب، لكن الله يجدم لي في الخير، الله يصلح ما بيهم هم وغيرهم ان شاء الله. انزين واحد عاد عيزني صور لنا غداك، غداي غدا السلاطين غدا بأوادم عادية، ها يا ربي كان بتنششني. انزين هاي شوربة ملوخية لكن ما بغليظ وايد، تي ماي مايو مم الخرس، وعيش ابيض شيلاني. هذا عاد اللي اهم شيء في السالفة، هذا اليوم ناشف مال الهنود عاد لحم عيل رقم واحد فنان. وايدين بيقولون عن ابوه شويون مسوي في قاعة الحرارة، بالعمال مسوي قاعة الحرارة لأن ما حد ياكل إلا أنا روحي، عيبني لأن في الفريج الأمراض. انزين الحين أبويا بخلص شاهي وبقيل إن شاء الله تريحي من يدن، بصلي بنرمس عاد خلاف في الليل بنكمل السالفة، لأن الموضوع أبوي هذا طويل يعني ومتشعب ومليون سالفة ومليون قصة ومليون مدخل ومليون مخرج، بنكمل خلاف.
كل الناس تتخبرك. شخبار شيخو؟ مخو بخير؟ خير. شيخو في وين حينه؟ سحابة في الشهامة. سويت لك تليفون؟ ايه. متى؟ نعم. متى ربسك شيخو؟ الصبح. كم مرة؟ مرة لو مرتين؟ دفنتين. تحبها ولا ما تحبها؟ ايه. متى بتاخذها؟ معرفها. متى؟ نعم. انتم متفقين على الزواج ولا لا؟ ايه. زين، الحين اتفقتوا وخلصتوا؟ ايه. عندك فلوس؟ انت بالبنك. في البنك؟ زين ظهرهن. صلاح. نعم. اللي في البنك حبيبي ظهرونه. ايه. ما يجنزونه. ايه. من كم من سنة عندك يميع الملايين انت؟ ايه. ايه. حق متى؟ حق الاخرة؟ ايه. عجيب. صلاح. نعم. ما معوشة. ايه. مخلف عليك يميع الملايين. ايه. ايه. زين، حق متى ميودات؟ لازم تعرس. ان شاء الله. شو صلاح؟ انت لا. انا قلت لا حبيبي، لازم ندور لك وحدة عاجل. ما تتلاوت عليك تصير تجتلك وانت راقد. شو اسمك بالكامل؟ بيشي. ما بقبيس انت حبيبي. ماما قبيسي. ابوك شو؟ خالدي. خالدي. كامل شو اسمك؟ زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. انا صدق قايل لكم بامسكم في الليل، لكن ما بنحين عادة من اظهر من نادي فالكم. طيب، هذا ردا للمسجات اللي جتني. وين انت؟ وين انت؟ وين انت؟ وين انت؟ انا ابوه. صبروا، قوم تروحكم. شو عاد الحين نزلت من النادي، خلصت اي تفيزر في السيارة وتعشى. شوفوا عشاي بروكلي قطعتين وخس وفلفل بارد، وقبل الرقاد بخمس دقائق قوط يروب. بس واحد راسي وانطبل. يلا بخلص عشاي وبرد ارمسكم عن سالفة اليوم. ترى قال لكم لها تكملة السالفة. خريريفة مات اليوم، مات رياله في المحكمة. برد اخبركم بعد شوي، خلوني بتعشى برد ارمسكم. سبب انفصال اليوم الجماعة هايل هو ما بعبارة انفصال، عبارة الخلع يعني انفصال مؤقت، يعني شرات الطلقة الوحدة. اكيد انا اجهل مواضيع الاشياء هاي، القوانين وما لي دراية فيها، لكن اللي سمعته انه يعني يستوي انه يرد الريل حرمته، يستوي اظني يعطيها مهار او يملكون من يد جديد، والله ما ادري، لكن في شيء يعني، المهم يستوي انه يردها يعني. بس سبب الفراق الرئيسي انه هو كبريت وهي بترول، كبريت وبترول. وطول فترة العلاقة الزوجية تستوي لبقة بينهم، يتلابقون وترد تنطفي الضوء، يتلابقون ترد تنطفي. ما كد وصلت إلى سالفة الشو الطلاق ولا الخلع، وبو خلع وما ادش قايل. وهي لو حد عندها ذو حكمة أو عقلا رشيد، ينبغى أن ما يخليها تصير تخلع ريلها. لو مهما يكون السبب، براي ريلي عصبي، براي عصبي يطحن عمر الصبح ومساء، شو المشكلة عندي؟ بي حشر عمره وبي شاعن وبي لاعن طول النهار، بيه الليل ما بيرقد، بيرقد بتفتكين منه، وفي النهار ترى بيصير شغلة. هذا بالنسبة حق الكبريت. بني حقك أنت عادي البترول، أدنى تدون لبقتي، من يقول لك سلمه رديتي عليه عشر، شو تتوقعين بيستوي؟ بيني وبين قومي شعره، إن شدوا أرخيت وإن أرخيت شدوا. ما يستوي الدنيا بوية أخذوا عطاء، من شلها حط. هو كبريت وانتي قاس، يعني كيف يعني بتعمر الحياة الزوجية؟ كيف بتستمر؟ ما شي تقاضي، ما شي الواحد يوطي عمر. هذا أبوي طهف الحين جاي، حضر إبليس مني، حضر إبليس بعد شو السالفة؟ حضر إبليس مني، حضر إبليس. طال اللسان واستوت الوقعة واستوت الديان واستوت المعاير والمشاتم، يوصل إلى الضرب. هو لسان الطويل وانت تقدم بعارية، هو لسان الطويل وانت بعارية، يعني ما في لك لاب كلبن طاهر. كلكم أبوي والخيبتين وكلكم والحمت الضب، انتو ما تدرون نحشفه على حشفه ما يتلاصقه من استوت الدنيا. وترى العيشة بوية، العيشة الطبيعية غير عن عيشة الأفلام اللي تشوفونها في التلفزيون، تتابعون الأفلام والمسلسلات وتطبقونها، طالعون الأفلام والمسلسلات. هذا بوي إخراج، والمخرج يبقي شي، والمنتج يبقى هاي السالفة تستوي هالنمونة، انتو تطبقونها في حياتكم. علشان الحياة تمشي
لازم الواحد يتغافل ساعات، يتساهل، يتجاوز، يسامح. وأقل ما يستوي صك ولا حك بينكم، سرتي عند هل تشاكينها لا ولا شو ما تقول لك عاد ولا لبو، يعني اللم شو ما تقول. اللم أبوي عندها جملة معهودة، أبوي بيت الرباك وانت صغيرة ما بيعيز عندي يوم كبرتي. والريل شو بيسوي؟ مثل ما سرتي روحك تردين روحك، ولا سير ولا تعنى يجيبك. هو هل يتيتون أبوي عليه يقولوا له خلها تولي وتزول ولازم تأدبها، وانتي هل تبوي نفدفون عليك وضاعوا العيال وضاع. لازم أبوي الشور يكون عند حد حكيم، يوم بتتشاورون بشيء حصل بينكم تشاور ويا حد شور، أرد حق حد ذو حكمة، ذو اتخاذ قرار صائب، ما بسأل حد ما يعرف الربي من لانتين. وهاي يوم بيسوي شيء بينها وبين ريلها تشاورت ويا ربيعته، ربيعته تبعت حن ويا الريل وتلقطها بعد مسوي خلع وتلقطها وهو يوم يبي يتشاور بعد شاور منو؟ شاور واحد 24 ساعة بدواخة والراس تحرى دايخ بنك. مفروض من الوالدين ما يشجعون العيال ان كان على الذكر ولا الانثى، ما حد يشجع الثاني على دماغ. حين انت يا البنادم يوم بتفكر تسوي بيت بتصير عند الاستشاري ألف ودي، وهو اللبس على ورق وكلام خوارط، أمية ودي بتبدل. ما بقى العيش الزوجية؟ العيش الزوجية لو خلاص بتنا عبارة بنا البيت وخلص، لازم بوي ما بشاور أمية ألف ودي بشاور قبل ما أتخذ قرار. الانفصال هذا خراب بيوت، هذا خراب الدار. كل اللي استمروا وعاشوا وما زالوا لين اليوم عايشين بخير وسهالة، هذا منهم أبوي صبر على البيئة، هذا منهم صبر على البيئة. الحياة تستمر بالصبر، إنما عطني الشيء الفلاني ولا بزعل، يا إنك تسوي لي الشيء الفلاني ولا بطمح، هاي مصيبة. تبعد الريل، يا إنك تودرين الشيء الفلاني ولا أنا ما بشاهدك ولا تسمعين رمستي ولا أنا ما بدانيك تلبسين الشيء هذا ولا أنا ما بحب. يعني شرات اللي رز 60% يعني يا ناقتي ولا العصا ولا شربي، يعني ما يستوي. لازم بعد بنادم يرد الشور. استوينا وخلجنا الأول يا هال واليوم ريايل في نص عمارنا، نشوف بيوت يراننا وبيوت هاليتنا وصدقالنا والليلنا واللي علينا، استوي بين الحرمة والريل كل شيء، لكن ما توصل إلى الطلاق وما توصل إلى الخلع. خلع الله رقاب عدوان الله. أنا والله تحرى الخلع هذا اللي في التلفزيون في الأفلام، ترى الصدق يقولك من سنين بعد هذا، يقولك من سنين مطبق. أنا ما بني يعني ما بسالفة ما عارف، لكن ما جد سمعت إن شيء هذا خلع وبخلع في التلفزيون هي، إنما الصدق أول خلع. وفي الإمارات في الدول العربية يعني خلع أول مرة والله أعرف، يقولك ترى من زمان. المشكلة حينه الرجال بيصبح يمسي في المقهى والحرمة تبى تاخذ بعد حريته، هاي مشكلة. انت حطي في بالك لو طلقتي وانت صغيرة باكر ترى تبوي بتكبرين وبتعيزين، هالزين هذا ابوي ما بيدوم بي. لازم تحطين في بالك ما بتغدين اخير عن بطيخ طاح السوق، وانت بعد شرعت تهب اخير عنها باكر وجهك بيتجلود وظهرك بين الحرمة. ابوي ما لها بد من الريل والريل ما له بد من الحرمة، من استوت الدنيا ما هذا منهم ما يلقط الدورة مربيعة. عسب الاستمرار لازم الواحد يتحمل ربيعة، لازم البنادم الحرمة تخطف بظروف نفسية وزين. والريل كذا الأمثال، ساعة عنده مشكلة في دوامة ولا شرق ولا غرب، لازم بنادم يتضيج. وانت ما تشوفين جالب ويهه بعد انجل خريل برمزة بقول لي يا أبو عيالي شو مستوي عليك أنت، أشوفك مختلف ما تغير علي. هاي الحرمة العاجل، كانك ناقد علي بشي خبرني، كاني مقصر شيء في شيء خبرني. هبلة أدنى تدون طمحتي أدنى تدون، وانت نفس الشيء
شفت تعبان ولا شيات ما بصاحي، يمكن ما لها خاطر تجلس وياك ولا تشاهدك. سيدة صرت تشاكي امك، يعني انت اللم امك بتشف لها، هي ما بتشف لها، بتودر ولدها الا ما من رحم ربي جليل منها. والريال مايا من تصير تزعل انا حرمته مره مرتين ثلاث، بين ابويه بتيها طيور بلي مناجيب، خلي بالك بتيه ابوي طيور بلي مناجيب، وطار طيرك وحلف القلب غيرك، عاد عقب سيري دوري لك ريل. ماشي ابوي ريال، زهلك هربيعاتك اللي بنصير كوفي وبنصير قهوه، وهو بعد مسود الوجه رباعك وياك، قوم بنصير نلعب ورقه، وكل منكم مسوي المكنب روحه، هذا ويا رباعته وانت ويا ربيعاتك، والعيال ابوي على تشلب شكارات، بيخترب البيت لازم. والربع هايل تراهم كلهم هايل، قوم ترنا وين دار العز درنا، يبونكم ابوي يوم عندكم شيء. على ما قرع كلبه عندك حباصي على عين وراسي، ما عندك حباصي خوز لا تصدع لي راسي، يوم عندك اول ما يظهر المعاش يبونك ابوي يرباعك، وانتي كذا الامثال يبنك ربيعاتك، يوم توس قبض 40,000 معاشك وين ما يبنك. يا ابوي عاد حين ما بك النصيحة، بك من يسمعها، ما بك النصيحة بك من يسمعها، وين اللي بيسمع النصيحة؟ اللهم لك الحمد الحكومة باب مقصرة ابدا، ما شيء يقصر من الحكومة، النص بالنصيفة من الوظائف حق الحريم، والنص الباقي حق الريال. والأول الرواتب ضعيفة، والله ما لك الحمد الحين 40,000 و50,000 و70,000 الرواتب، عن أبو شو تبون تكثر عنتي زنجفي؟ قال يلا بمال، قال يلا بوالي، يلا بمال، قال يلا بوالي، ما يستوي بوية النعمة زواله وعن اللعبة. عيوني حمرة ومصراطي يتشرب، حد رومي هذا بهالكذا، يلا صبحنا على خير، نرمس باكر. الصحة والعافية أبو محمد، الفرق بيننا وبينكم ساعة في الأردن، عمان سهرانين نسمعك يا أبو محمد.